بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تواجد أخو الصديق الخبير عزيز الذهبي اللي اليوم شرفنا بجمعية البهاء للتايكواندو والكيكوكات والأيروبيك. السي عزيز سمعنا اليوم باش يشرفنا ويعطي واحد التجربة يستافدوا من خبرة السي عزيز الذهبي وعرفوه كبطل صغير في الطيب الأمور وكذلك الشأن ديالو كبير في الفرنسية في رياضة الغرب. إذا جمعية البهاء سعيدة بدأ بالحصة الأولى اليوم مع الفتيان وغادي إن شاء الله غادي ندخل الحصة الثانية مع فئة الشبان. وتنشكروا أبطال جمعية البهاء والكبار. إذن شكرا سي عزيز مرة أخرى تنحييوه، وهو الآن يعني كيدير واحد الجولة ما نساش يعني البلاد اللي تربى فيها وترعرع فيها هي مدينة فاس المغرب بصفة عامة يعني، وجا وكيعطي ذاك الأفكار ديالو. حنا سعداء وتنتمنى يعني من الإخوان بعض الجمعيات المتواجدة في القرى وكان مسافر في مستوى الديار الفرنسية التايكواندو المغربي ولا الهابكيدو المغربي لأنه تعلم التايكواندو والهابكيدو المغربي. وشكرا سي عزيز مرة أخرى، شكرا للجريدة اللي هي دائما كتواكب الرياضة والرياضيين المستقلة جريدة الإلكترونية المستقلة اللي بكل صراحة على يعني اللي دائما كتواكب الرياضة والرياضيين وكتساهم في نشر الرياضة الفنون الدفاعية بمدينة فاس وبالمناطق يعني الشعبية. السي عزيز اللي مشكور دائما الصحفي ديالنا اللي ما تيبخلش وكيجي كمتطوع زعما صراحة سعداء بالسي عزيز. شكرا بزاف، شكرا جريدة المستقلة.